السادات وسادة، تحية لحضراتكم في هذا الحوار الجديد. مشاهدين الكرام، مشهد اليوم يدور حول الأزمة السورية في ظل إعلان المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي مستورا اعتزامه دعوة الأطراف السورية كافة إلى جولة خامسة من المفاوضات في جنيف، مؤكدا أنه تم التوصل إلى برنامج عمل واضح فيما يتعلق بالجولة الخامسة يتضمن مناقشة العناوين الأربعة الرئيسة بشكل متوازي، وهي الدستور والحكم والانتخابات القادمة بالإضافة إلى مكافحة الإرهاب. الجدير بالذكر أن الجولة الرابعة من محادثات جنيف اتسمت بالخلافات حول ترتيب الأولويات بين الأطراف السورية كافة. على أي حال، مع دعوة المبعوث الأممي ستيفان دي مستورا إلى الجولة الخامسة يدور هذا الحوار. في مع حضراتكم بالأستاذ شريف سمير، مساعد رئيس تحرير الأهرام. أستاذ شريف، تحياتي، أهلا وسهلا. أهلا بك يا فندم. اسمح لي أتواصل مع سيادتك ومع السادة المشاهدين، ولكن بعد أن نتابع سويا هذا التقرير ابقوا معنا مشاهدين. بعد 9 أيام من الاجتماعات المكثفة انتهت جولة المفاوضات غير المباشرة بين الحكومة والمعارضة السوريتين في جنيف مؤخرا بالتوصل إلى جدول أعمال يشكل قاعدة لجولة جديدة. وفي مؤتمر صحفي عقب اختتام مفاوضات جنيف 4، أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي مستورا اعتزامه دعوة الأطراف السورية إلى جولة خامسة خلال شهر مارس الجاري. وقال دي مستورا إنه تم التوصل إلى جدول أعمال واضح سيتم من خلاله بحث 4 عناوين رئيسية في شكل متوازن، هي الحكم والدستور والانتخابات ومكافحة الإرهاب. واتسمت جولة المفاوضات الأخيرة بين الحكومة والمعارضة السوريتين التي بدأت في 23 من فبراير الماضي كسابقاتها بخلاف كبير على الأولويات بين الطرفين. ففي الوقت الذي أصرت فيه المعارضة على تناول موضوع الانتقال السياسي أولا وهو الأهم في نظرها تمهيدا لإيجاد حل سياسي للنزاع المستمر منذ حوالي 6 سنوات، طالبت الحكومة السورية منذ البداية بإضافة مكافحة الإرهاب إلى العناوين الثلاثة التي اقترحها دي مستورا. وعلى هذا تمت إضافة موضوع مكافحة الإرهاب بطلب من الحكومة السورية، حيث أعلن المبعوث الأممي أن المفاوضات في جنيف ستتناول استراتيجية مكافحة الإرهاب، في حين ستركز محادثات أستانا على مكافحة الإرهاب في شكل عملي انطلاقا من وقف إطلاق النار الذي سيسمح بالتركيز على التصدي للمنظمات الإرهابية. ومن المقرر أن تعقد جولة ثالثة من محادثات أستانا برعاية روسية تركية إيرانية بين الحكومة السورية والفصائل المعارضة في وقت قريب لتثبيت وقف إطلاق النار الساري في سوريا برغم الخروقات منذ نهاية ديسمبر الماضي. من جديد أرحب بحضراتكم مشاهدينا، كما أرحب بضيفي في هذا الحوار الأستاذ شريف سمير، مساعد رئيس تحرير الأهرام. أستاذ شريف، أهلا وسهلا مجددا. أهلا بك. يعني كيف ترى جولات الحوار المختلفة بين الأطراف السورية كافة؟ يعني 4 جولات من المحادثات في جنيف، ومع ذلك لم يتفق الأطراف أو تتفق الأطراف السورية حتى على جدول الأعمال. بسم الله الرحمن الرحيم. هي أقل وصف تستحق هذه المفاوضات أنها مفاوضات سخيفة، لأن لا تؤتي ثمارها ولا تخرج بأي اتفاق أو حل أو انفراج للأزمة السورية. ومن يدفع الثمن هو الشعب السوري نفسه وملايين اللاجئين اللي هم بيلجأوا إلى شواطئ البحر ويلجأوا إلى دول الجوار أو دول أوروبا. ودي كانت أزمة وكانت قنبلة موقوتة فترة من الفترات وما زالت. فأنا أتصور أن المفاوضات في الفترة القادمة لابد أن تأخذ شكلا عمليا أكثر، لابد يكون في ضغوط على الطرفين سواء الحكومة السورية أو الفصائل بمختلف فروعها ومختلف أشكالها، يكون في استقرار على حل ينهي هذه الأزمة من جذورها. وأنا أتصور أن الحل لابد أن يتم تداول السلطة أو حسم موضوع الحكم، وبعد ذلك ممكن ننتقل إلى الملفات الأخرى زي الانتخابات وزي الديمقراطية وزي مكافحة الإرهاب. كل دي أمور يعني تداعيات للأزمة الحقيقية وهو الحكم نفسه. فأتصور أن التركيز لابد أن يكون على شكل الحكم وشكل النظام الجديد في سوريا، سواء في وجود الرئيس بشار الأسد أو في أنه هو يعني يرحل عن الحكم
ويتم تداول السلطة أو إجراء انتخابات مبكرة أسوة بما حدث من قبل، وكان فاز بحوالي 83% من الأصوات. فأنا أتصور أن الملف الأكثر إلحاحا في الفترة المقبلة وفي الجولة الخامسة تحديدا أبدا يكون التركيز على شكل الحكم أو كيفية إجراء انتخابات مبكرة جدا، وإكبار سواء الحكومة السورية أو الفصائل المعارضة على القبول بهذا الاقتراح. حتى وإن كانت هناك أطراف إقليمية ودولية لاعبة في هذه المفاوضات وبالتالي لها شكل من أشكال التأثير، سواء كانت تركيا أو روسيا أو حتى إيران في هذه المفاوضات، حتى لو ده، لأن هم طبعا دي ده منطق الحروب بالوكالة، فتركيا وإيران من مصلحتها وروسيا دعم الرئيس بشار الأسد، ولأن هم مقتنعين تمام الاقتناع بأن المعارضة ستفرز مزيدا من المنظمات الإرهابية، لأن مع الأسف الشديد المعارضة السورية لم تلتف حوالين هدف مشترك، دبت فيها الخلافات ودبت فيها روح الانشقاق، فأصبحت عرضة للاختراق من المنظمات الإرهابية، وأصبح قوة السلاح هو الركيزة الأساسية لحسم الصراع في سوريا. فأنا أتصور أن الأطراف الإقليمية لابد أن احنا نتغاضى عنها أو نحاول بقدر الإمكان نحجم دورها، تحجيم الدور ده أو قطع الطريق على أنها تمارس حيالها أو تمارس ألعابها، بأنك أنت بتلجأ للحلول من الداخل، والداخل السوري هو الإجابة، هو مفتاح اللغز. عندما يكون هناك الاتجاه إلى عرض نظام حكم محدد وديمقراطي، ونحاول بقدر الإمكان نستفيد من أصوات الشعب السوري في الفترة المقبلة، قد يكون المسألة حالمة أو مثالية، لكن أنا شايف أن هو ده الطريق اللي لابد أن نسلكه، لأن كل الحلول السياسية يعني اتجهت للإكلاشيهات، واتجهت أن هي كل واحد بيلعب لعب حواء على حساب القضية نفسها. فلابد أن احنا نخرج من هذا، نخرج من هذه الورطة بشكل أو بآخر. فأنا أتصور أن الحل الأمثل والناجع للأزمة السورية هو أن يكون هناك إجراء انتخابات مبكرة عاجلة، ويكون هناك اتفاق وأرضية مشتركة بين الحكومة السورية وبين الفصائل تحت إشراف مجلس الأمن أو المبعوث المبعوث الدولي للمبعوث الدولي الخاص ستيفان دي مستورا. هو ده، هذه الجولة الخامسة بد أن تركز على هذا الشق. الالتفات إلى ملفات أخرى هيكون هناك إهدار للوقت والطاقة، وهيكون هناك استنزاف للشعب السوري بصورة أكبر. يعني احنا اتساقا بهذه النقطة بينضم إلينا الدكتور تيمور المحلل السياسي من موسكو. دكتور مساء الخير. دكتور تيمور ديودار، تحياتي لكم من موسكو. أشكرك دكتور. لعلك بالتأكيد تتابع تطورات الأزمة السورية، وفقا لتصريحات المبعوث الأممي إلى سوريا وستيفان دي مستورا وفقا لجدول الأعمال، يعني هناك اعتزام من المبعوث الأممي دعوة الأطراف السورية كافة إلى جولة جديدة من المحادثات بتشمل الحكم والدستور والانتخابات القادمة، بالإضافة إلى مكافحة الإرهاب. القراءة المتعمقة في هذه المفاوضات من الجولة الأولى وحتى الرابعة كما ترها أنت؟ شكرا على السؤال. الإجابة ربما تكاد أن تكون طويلة، لكن لاختصار الوقت أنا أعتقد أن المأزق، وهو مأزق ما نراه للأسف، فشلت المباحثات في جنيف في الجولة الرابعة، لكن هناك أمل في استمرار المفاوضات السياسية لإيجاد الحل السياسي، طالما هناك وقف لإطلاق النار وإن كان ليس بشامل لكن فعلي. في نفس الوقت نحن نشاهد الحراك العسكري من جانب الأتراك والروس، أي أحيانا بعضهم مع بعض، ضد الحركات الإرهابية المصنفة بالإرهابية في سوريا. في اعتقادي أن من ناحية دمشق الرسمية والأسد استوعب وتفهم أن روسيا لن تحارب أي أحد لشخص رئيس الأسد، هذه من ناحية، ومن ناحية أخرى المعارضة قد تفهمت أن عليها عدم الانتظار كما كانوا ينتظرون لحلول مثلا الرئيس الجديد في الولايات المتحدة، وإنما عليهم بالتحرك نحو جمع صفوفهم ليكونوا معارضة ككتلة
ليست معارضات كلها على حدة من ناحية تصورها للحل السياسي والعسكري أيضا. أنا آسف لا أدري كم دقيقة عندي، فلا يعني لست على استعداد بإلقاء محاضرة، لكن أنا سمعت جزء من الزميل في الاستوديو، أنا متفق معه تماما فيما ذكره بخصوص أن يجب التحرك أو أخذ زمام الأمور الآن في سوريا والتوجه نحو الانتخابات. لكن في اعتقادي الشخصي إن لكي يتم ذلك على المعارضة المسلحة السورية الفعلية على الأرض التي كانت ممثلة بزعيم جيش الإسلام سيد علوش في أستانا أن يتم التفاوض مباشرة ما بينهم وبين دمشق الرسمية لإيجاد الحل السياسي وربما التخلص من العبء الذي هم، أنا أقصد علوش وأمثاله، الذين هم يتلاقونه من تلقينات من غرفة منصة الرياض نفترض، يعني هم الأكثر زعامة على هؤلاء كما يذكرون. فأعتقد الحوار يجب أن يكون على تواصل ما بين دمشق والمعارضة المسلحة، بعد ذلك سوف نرى التحرك فعلي، لأن هؤلاء الذين يجلسون في العواصم الدافئة والفنادق الفارهة لا يستطيعون للتواصل أي شيء. وأنا أعني ما أقصده لأني أتحدث معهم يوميا مع هؤلاء، ولا نتوصل إلى أي شيء غير أسمع منهم كليشيهات هم حافظينها، والكل يتزعم أنه يمثل الشعب السوري. للأسف الشعب السوري هو تحت المطر الآن، وهو لا عنده مأكل ولا مأوى، يعني مأساة كبيرة. فأنا أتحدث من موسكو بنوع من العاطفة لأني أتحدث القاهرة، والقاهرة ربما الدولة أو المدينة العاصمة العربية التي للأسف يعني ليست الآن في ربما البؤرة، لكن نتمنى من هنا أن نرى القاهرة يعني very soon أن تكون في ضمن المحور في حل هذه ولكن الأزمة. دكتور يعني مع التفاهم والاحترام، انا لست دكتور لكن اوكي. طيب السيد طيبور، في تقديرك انت يعني انت تؤكد ان الحل في سوريا لابد ان ياتي من الداخل على كل الاطراف السوريه، سواء كانت الحكومه او المعارضه، ان تحاول ان تجد الحل ولكن من داخل سوريا. لعلك تتفق هنا في ان تدويل الازمه السوريه اضر بمحاولات التوصل الى حل سياسي اكثر من التعامل على أرض الواقع. نعم ولا نعم. لوك شوف، المعارضة السورية تتهم أي حد، وطبعا زعمتها روسيا أنها هي التي تحمي الأسد. أنا أود أن أوصل للجميع أن الذين يحمون السيد الرئيس السوري هم المعارضة أنفسهم، لأنهم لم يقدموا أي شيء أو أي أحد بديل، ولا يوجد هناك صف واحد لهم ولا تمثيل واحد. هذه من ناحية. من ناحية أخرى، المعارضة الفعلا الفعالة على الأرض هي المعارضة المسلحة، وهي التي تسعى إلى السلام، لأنهم هم الذين يقاتلون. والكثير منهم وقع على وقف إطلاق النار لأنهم مستعدون هم ليسوا بجيش، هم من الشعب عزل ويريدون أن يرجعوا إلى نمط حياتهم الطبيعي. الرئيس الأسد ليس هو بفرعون وليس لن يدوم إلى الأبد، لكن أين هو البديل؟ موسكو، واشنطن، الكل مستعد للتفاوض مع البديل.
الذي سوف يرضي السوريين. دعنا لا ننسى أن 12 مليون سوري خارج سوريا تمام. ومشردين. فعندما نتحدث عن الانتخابات علينا أن نكون واقعيين كيف تتم وما هي للأسف بالعربية legitimacy في هذا يعني الوضع القانوني أو الدستوري لهذا وأيضا وضع الدستور. هؤلاء السوريون أنا أتحدث عن هؤلاء الذين هم من المعارضة لا يستطيعون للأسف الإجماع على الرؤية لمسودة الدستور السوري. يعني كل هدفهم أنا أعتقد إعاقة هذا المشروع لأن يوضعون رقم واحد السؤال إسقاط الرئيس. كيف يسقط الرئيس وهو رمز وزعيم لمؤسسات الدولة؟ ونحن نتحدث هنا أولا عن حماية مؤسسات الدولة وهذا ما تقوم به روسيا الاتحادية لكن ليست بحماية الرئيس الأسد كما البعض يعتقد. فلا نريد لا العراق ولا نريد لا ليبيا كما حصل مع هذه الدول. نريد سلام على هذا يعني لا نريد إسقاط الدولة. أشكرك جدا في صالح سوريا. أشكرك جدا السيد تيمور ديويدار المحلل السياسي الروسي من موسكو. شكرا جزيلا أستاذ شريف. الحقيقة يمكن سيد تيمور أشار إلى الكثير من النقاط غاية في الأهمية عندما تحدث حول الانتخابات، عندما تحدث حول الدستور، عندما تحدث عن رغبة السوريين فيما يتعلق بمستقبل سوريا. يعني كنا نتحدث قبل هذه المداخلة حول الحل لابد أن يأتي من الداخل، لابد أن يكون هناك حوار حول فكرة الانتقال السياسي أو مستقبل هذه النقطة، ولكنه يطرح رؤية مختلفة اللي هي فكرة البديل. يعني ما هو البديل إذا كانت حتى المعارضة المسلحة أو المعارضة التي وصفها بأنها تأتي إلى الفنادق الفاخرة دون يعني التوصل إلى حلول بشكل أو بآخر؟ يعني فكرة البديل في سوريا إذا كنا نتحدث حول الانتقال السياسي أو مستقبل سوريا أو مستقبل الحكم أو البديل للأسد. يعني إذا تحدثت عن البديل، البديل إذا خرج من عباءة المعارضة السورية فلن يبعد عن يعني يبتعد بشكل او باخر عن عباءة الرئيس بشار الاسد. فاذا كان هناك بديل سيكون مثلا امتداد لفكره التوييث، ممكن يكون حد امتداد للاسد. لا انا عايز اتكلم مع حضرتك في تحليل لهذا الكلام، يعني هذا الكلام ياتي من روسيا من دوله راعيه لهذه المحادثات بشكل او باخر وبعيده كل البعد عن المنطقه العربيه، ومع ذلك هم يتحدثون انهم لا يرغبون في ان تكون سوريا هي عراق اخرى او ليبيا اخرى، ومن ثم لابد ان يكون هناك نوع من الاتفاق على اليات التفاوض حتى مع المعارضه السوريه. اليات التفاوض لن تخرج عن هدف واحد هو لابد ان احنا نركز عليه، هو شكل النظام في سوريا مستقبلا. وهذا الشكل لن يتحدد إلا من وجهتين، يا إما وجهة الحكومة السورية أو رئيس بشار الأسد، وفي الأغلب هذا ناتج عن إصرار وعناد من بشار الأسد بالتمسك بالحكم والتمسك بالسلطة، اقتناع منه بأن الشعب هو من أعطى له الصوت وهو من أعطى له الصلاحية. بس ده واقع يا فندم، يعني مش اقتناعا منه، هو اقتناع للواقع، هو فعلا رئيس منتخب. هو فعلا رئيس منتخب والمعارضة هدفها إسقاط الرئيس وبالتالي إسقاط الدولة. لكن مع الأسف الشديد في رأيه هناك يقول من المراقبين أن بشار الأسد هذا التعنت أصفر عن دماء الكثير من الضحايا. طب والمعارضة؟ المعارضة مع الأسف تلوثت. المعارضة السورية مع الأسف تلوثت بإيه؟ بالسلاح أيضا، بأنها لم تستطع أن تقاوم اختراقات الإرهاب. مع الأسف الشديد كانت ما حدث في المدن السورية كان مساحة ومادة خصبة لانتشار تنظيم داعش الإرهابي وظهور تنظيمات أخرى فرعية، وبالتالي المعارضة تجردت من إيه؟ من نبل الهدف في أنها تحاول أنها تغير السلطة. لكن تغيير السلطة لابد أن يكون له معايير وله معطيات. تغيير السلطة لابد أن يكون هناك استناد إلى الدستور، فلابد أن يكون هناك دستور يحكم البلاد في الفترة المقبلة، وهذا ممكن يكون أحد البنود التي يتم الاتفاق عليها في الجولة الخامسة. ما هي الدستور التي يمكن أن نعتمد عليها؟ ويبقى هناك مجال للنقاش وآليات للتنفيذ بين الحكومة السورية والفصائل أو المعارضة اللي هي فعلا بتقيم في فنادق فاخرة بعيدا عن أرض الميدان والواقع.
بعيدا عن الدماء التي تزهق والأرواح التي الدماء التي تسيل والأرواح التي تزهق طوال الوقت. أنا أتصور إن الحل في هذه الجولة إن كتب لها النجاح أن يكون هناك دستور واضح المعالم ويتم عليه الاتفاق عليه بأسرع وقت، وإلا هناك لاعب مهم جدا سيدخل إلى حلبة الصراع وهو الولايات المتحدة الأمريكية إن لم يكن هي دخلت بالفعل من خلال 10 ملامح حددها وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس مع الرئيس دونالد ترامب لمقاومة الإرهاب. أحد هذه النقاط هو ضرب سوريا، هو الاتجاه إلى سوريا وزعزعة الاستقرار في سوريا لاصطياد رؤوس الإرهاب، وبالتالي زي ده هيؤثر بشكل سلبي جدا على الاستقرار الأمني والسياسي في سوريا. فرؤيتي المتواضعة للحل في أن بتقع دستور وتجري انتخابات ويكون طرف أصيل فيها الرئيس بشار الأسد، خصوصا مرت 3 سنوات على الانتخابات الأخيرة، فإحنا مش هنروح بعيد، ده بمنطق تداول السلطة ممكن أن تجرى انتخابات أخرى حقنا للدماء. هو ده الطريق اللي لابد أن نسير فيه. أيها يا أستاذ شريف، هي فكرة الانتخابات أمر مش بعيد، ولكن الآلية القانونية زي ما ذكر السيد تيمور من موسكو، الآلية القانونية التي تجرى وفقا لها هذه الانتخابات لابد أن يكون هناك دستور، ولابد أن تكون هناك مسودة لهذا الدستور واضحة تحدد معالم خريطة الطريق المستقبلية، سواء فيما يتعلق بانتخاب الرئيس بشار الأسد أو غيره، تحدد ماهية المجالس النيابية، تحدد شكل الحياة القانونية في سوريا خلال المرحلة القادمة، ومن ثم هيكون في كل يوم خلاف. أنا متفق مع حضرتك. عشان كده أزمة سوريا كان لابد من تدويلها فعلا. ليه؟ لأنها أصبحت قضية شعب وليست قضية صراع سياسي على السلطة. قضية الشعب السوري الآن أنه هو لابد أن يجد الأمان في بلده، لأنه مع الأسف الشديد مفتقر لده. الأمان يتحقق به في آليات، هناك بقى اللجوء إلى خبراء قانون دوليين في خلال هذه الجلسات لوضع شكل الدستور الجديد في سوريا، لوضع اقتراحات لكيفية تنفيذ العملية الانتخابية، للمرشحين الذين يتم الدفع بهم في هذه الانتخابات المبكرة، ويكون هناك إجبار، وإلا يكون هناك فرض عقوبات على سوريا. هيكون هناك في محاولة لاستخدام لغة التهديد سواء للأطراف الحكومة السورية أو للفصائل المعارضة، لأن عدم وقف إطلاق النار و ترك سوريا بمثل هذه على مثل هذا النحو عرضة لكل هذه الصراعات وكل هذه الأطراف الإقليمية، هو دوت اللي هو الكارثة الحقيقية اللي احنا لابد ان احنا ننتبه اليها. هذا الاستمرار لابد، هذا تدفق الدم لابد ان يتوقف، نزيف الدم لابد ان يتوقف. المرحلة الاولى وقف اطلاق النار والزام كل الأطراف الزاما كاملا بهذا، وضع دستور يتم الاستناد إليه في تنفيذ العملية الانتخابية، إجراء انتخابات ومعرفة من هم المرشحين وفي مقدمتهم الرئيس بشار الأسد، الإشراف الدولي على هذه الانتخابات لكي تكون نزيهة وتخرج بنتائج مشرفة ونتائج حقيقية تلمس أرض الواقع. النقطة الأهم الالتزام الكامل بنتائج الانتخابات بعد ظهورها، لأن عدم الالتزام بهذه النتائج ممكن يرجعنا إلى مربع الصفر مرة أخرى. أعتقد أن دي الآليات اللي ممكن نتوقف عندها. بخلاف هذه الآليات كل ده هيبقى حوار طرشان داخل القاعات. أيوة، بس هو اتسقن بالفكرة اللي كنا بنتكلم فيها وكلام سيادتك أنه كان لابد من تدويل الأزمة السورية. أنت تعلم أن هناك بعض الدول الداعمة للرئيس السوري بشار الأسد، وهناك بعض الدول اللاعبة في المنطقة الداعمة للمعارضة المسلحة إنجاز التعبير، وإن لم تكن داعمة لكثير من الحركات الإرهابية أيضا اللاعبة في سوريا، في ظل تضارب المصالح الدولية والإقليمية حول المصالح في سوريا. يعني كيف ترى يمكن أن يكون هناك مخرج لهذه الأزمة في ضوء تمسك كل طرف من الأطراف اللاعبة برؤيته للحل؟ رؤية الحل إرادة وطنية من اللاعبين السوريين، هم دول اللي يقطعوا الطريق على كل الأطراف الدولية، لأن اللاعب السوري سواء كان المعارضة أو الحكومة كل واحد متمسك بموقفه على حساب مصلحة الشعب، وبالتالي أصبح هناك مساحة للتلاعب من جانب الأطراف الإقليمية كلها. خلينا نكون واضحين، تركيا تدعم الجماعات الإرهابية طبعا في سوريا، إيران بتدعم بعض الفصائل وبتدعم الرئيس، وجهة النظر الروسية أنها تدعم مستقبل سوريا وألا تتحول سوريا إلى العراق أو ليبيا أخرى. يعني في ضوء تضارب هذه المصالح كيف يمكن أن تلتقي المعارضة أو فصائل المعارضة مع الوفد الحكومي السوري في المحادثات القادمة؟
مع الأسف الشديد طبعا نسبة التشاؤم أعلى إن ما فيش اتفاق. وإن كنت أنا أميل إلى استمرار الرئيس السوري بشار الأسد، لأن المعارضة السورية إذا تمسكت بالحكم أو وصلت إلى الحكم هتدب الخلافات، وممكن يكون هناك عرضة للحرب الطائفية لأنها منقسمة على نفسها. فالأكثر أمانا، وإن كان هذا يعني أمر الخيارين، أكثر أمانا للشعب السوري هو أن يستمر الرئيس السوري بشار الأسد لتهدأ الحرب وتتوقف دائرة الدم، وبعد ذلك أقترح أن يكون هناك انتخابات نزيهة يتم الإشراف عليها دوليا. أنا ميال التضارب ده لن يتم حله إلا بإرادة وطنية من الجانبين. إرادة وطنية من، لأن هم في الأصل سوريين ينتمون إلى الجنسية السورية، يعني مين هيكون حريص على أرضه أكتر من المنتمي للأرض نفسها؟ إن كنت أنت هذه الأرض رخيصة عليك أو ليست غالية، أو الدماء اللي بتسيل دي ليست غالية، يبقى من باب أولى أن الأطراف الإقليمية لن تلتفت إلى هذه النقطة. يعني أنا ما أقدرش ألوم الغير أو ألوم الأعداء طالما أن هم أصحاب الأرض ما عندهمش هذا القدر من الضمير والوطنية. فالقرار الأمثل يأتي من المعارضة السورية، وأنا لو مكان المعارضة السورية كنت أعلن بصراحة وقف إطلاق النار وعدم الدخول في الصراع مع الحكومة السورية، واللجوء إلى انتخابات جديدة يكون الحكم فيها هو الشعب السوري، إن كنت أنت واثقا من إرادة الشعب السوري، ولا يتسهل هناك شبهة، لا توجد هناك شبهة تزوير في الانتخابات، هو ده. لكن أي يعني أي رهان على الأطراف الإقليمية رهان خاسر، حتى لو كان رهان على أمريكا وروسيا هذا رهان خاسر، لأنهم كلهم بيلعبوا لمصالحهم هم. أيوة فندم، هو حتى ما اتفقنا في هذه الرؤية ولكنها بتؤثر بشكل أو بآخر على الأزمة السورية وعلى مخرجات الحل والحوار. على أي حال اسمح لي، معنا عبر الهاتف مشاهدين الكرام الدكتور إبراهيم زعير أستاذ الإعلام بجامعة دمشق. دكتور تحياتي، أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا، يا مرحبا. أهلا بك دكتور، لعلك تابعت هذا الحوار يدور حول دعوة المبعوث الدولي إلى سوريا بجولة جديدة من محادثات جنيف، ويتحدث أنه وفقا لهذه الجدوى وجدول الأعمال سوف يتم مناقشة أمور عدة، الحكم والدستور والانتخابات القادمة ومكافحة الإرهاب. أنتم في سوريا يعني كيف تنظرون إلى هذه الرؤية، رؤية المبعوث الأممي حتى الآن؟ يعني بطبيعة الحال يعني الاقتراح ادخال البند مكافحة الإرهاب هو من اقتراح الوفد السوري، وتم تبنيه من قبل ديمستورا، وبالتالي اصبح جزءا من المناقشة العامة التي من المفترض ان يجري الاتفاق حولها لاحقا. ولكن حتى الآن يعني المعارضة ولا سيما معارضة الرياض على وجه الخصوص يعني ما زالت لديها بعض التحفظات حول هذه المسألة، وتصر على قضية واحدة وهي الانتقال السياسي، وتعتبر أن مكافحة الإرهاب ليس يعني ممكن أن يحل لاحقا بعد الانتقال السياسي، وهي يعني تعني ما تعنيه بقضية الانتقال السياسي دون أي انتخابات كما ذكر ضيفك الكريم، وهذا ما دعت إليه الحكومة السورية سابقا. يعني فليأتوا وتكون الانتخابات نزيهة وصادقة وتعبر عن إرادة الشعب السوري، وإذا كان لهم هذه الحظوظ لماذا لا يقبلون بذلك؟ وبالمناسبة كان وزير الخارجية الأمريكي كيري سابقا عندما زار الرياض والتقى بهم دعاهم إلى هذه النقطة تحديدا، وقال لهم إذا كنتم واثقين بأن الشعب السوري معكم لماذا لا تذهبون إلى سوريا وتشاركون بالانتخابات وتنجحون؟ رفضوا ذلك، هم يريدون المحاصصة، والمحاصصة بطبيعة الحال مرفوضة جملة وتفصيلا، وهذا لا يمكن أن يفضي إلى أي شيء إيجابي في حياة سوريا السياسية. لذلك أنا بتصور يعني فيما إذا وافقوا بهذه المسألة أنا بتقديري هذا موقف إيجابي وموقف ممكن أن يساهم في إيجاد حل سياسي للمسألة السورية على الأقل بين القوى المتعارضة، بينما قضية داعش والنصرة هم خارج يعني الحسابات السياسية نهائيا، وسيستمر القتال ضدهم حتى طردهم من الأراضي السورية، هم وغيرهم ممن يرتبط بمنظمات القاعدة والأخوان المسلمين. لذلك هذه هي النقطة الرئيسية التي ينبغي بتقديري مناقشتها في جنيف 2، وفيما إذا تم الاتفاق أعتقد أن طريق الحل السياسي سيكون فسيحا.
دكتور، يعني كان ضيفي في هذا الحوار في من موسكو ومنذ قليل السيد تيمور ديودار ومحلل سياسي روسي من موسكو، تحدث عن نقطة أساسية فيما يتعلق بجدول الأعمال عندما طرحنا عليه أفكار متعددة فيما يتعلق بالانتخابات والحكم والدستور ومكافحة الإرهاب. وردا على فكرة أن روسيا تحمي الأسد تحديدا، قال إن روسيا لا تحمي الأسد ولكنها يعني لا تريد أن تتحول سوريا إلى عراق أو ليبيا أخرى، وأن المعارضة هي التي تحمي الرئيس الأسد لأنها لا تقدم البديل، ولكن الهدف إسقاط الأسد في الأساس دون أي رؤية مختلفة. في حال وافقت المعارضة على شكل من أشكال التفاوض فيما يتعلق بمستقبل الدولة السورية، وافقت على استمرار الرئيس الأسد خلال المرحلة القادمة وقدمت رؤية سياسية، ما تراه من أفق حل أنت؟ يعني بطبيعة الحال من يحمي الرئيس الأسد هو الشعب السوري بصراحة. تمام. يعني لذلك يعني أي قوة أخرى، كل من يعول على الآخرين لحمايته أعتقد هذا لن لا أحد يحمي الآخر. الشعب هو في نهاية المطاف من يقرر. لذلك يعني إذا أرادوا هم يعني أن يخوضوا هذه التجربة فهذا متاح لهم، والشعب السوري والدولة السورية فتحت ذراعيها لكل من يشارك في الحياة السياسية ويلقي السلاح. بطبيعة الحال لا يمكن على الجميع، ينبغي أن يرفضوا الإرهاب وأن تنتهي هذه الكارثة التي حلت بالشعب السوري، هذه الحرب التي فرضت عليه الإرهابية بدعم من الكثير من الدول الإقليمية والدولية. لذلك يعني أعتقد يعني المسألة الرئيسية الآن حقيقة ينبغي أن تتمحور حول هذه النقطة، وهي نزع سلاح كل من يريد تسوية وضعه ويشارك في الحل السياسي، وعزل الإرهابيين تماما ودون المشاركة معهم من قبل بعض القوى التي تدعي بأنها معارضة مسلحة معتدلة، هذا التعبير الساذج والغير واقعي. لذلك أنا بتصوري يعني هناك ربما نأمل أن يكون هناك آفاق إيجابية بهذا الإطار، وننتظر في طبيعة الحال يعني ماذا سيكون عليه مؤتمر جنيف القادم، سيما أن هذه المعارضة بصراحة يعني لا تنطلق من إرادة ذاتية، من قناعات ذاتية، نظرا لأنها وضعت كل يعني سلوكها السياسي بأيدي الآخرين، بأيدي بعض الدول الإقليمية وحتى الدولية. لذلك أنا بتقديري ليسوا أحرار بتقرير ما يريدونه. لذلك أنا بتقديري إذا لم يتخلوا عن هذا السلوك وعن هذا الموقف، أعتقد أنهم سيكون المسألة معقدة بالنسبة لهم، ولكن الشعب السوري والجيش العربي السوري مستمران في الصمود والقضاء على الإرهاب بشكل نهائي وطرده من سوريا. والمعيار الأساسي للوطنية الآن هو العمل للمحافظة على وحدة الأراضي السورية وحرية سوريا واستقلالها وقرارها المستقل، هذا المعيار الأساسي للموقف الوطني، وإذا وافقوا على ذلك فهذا أعتقد سيكون موقف إيجابي ونأمل ذلك، ولكن حتى الآن لم يبدو أي حسن نية بهذا الاتجاه. دكتور، يعني جانب من التحليل السياسي يرى أن هناك متغيرات جديدة على أرض الواقع يجب أن يتعامل الجميع من خلالها. أولا وجود إدارة أمريكية جديدة وهناك شكل جديد حتى في الأمم المتحدة. ثانيا المكاسب التي حققها الجيش العربي السوري على الأرض في مكافحة الإرهاب وفي احتضان الكثير من أبناء الشعب السوري. في ضوء هذين المتغيرين يعني كيف ترى قناعة الأطراف الدولية والإقليمية الأخرى اللعبة بشكل أو بآخر مع المعارضة السورية إنجاز التعبير؟ يعني لا شك أن التقدم الذي يحرزه الجيش العربي السوري في الميدان سيكون له انعكاس على السياسة والعمل السياسي والنشاط السياسي بطبيعة الحال. ولكن صراحة أقول لك، من تآمر على سوريا ومن يدفع الأموال لهذه المجموعات الإرهابية المتطرفة ويحميها ويرسل لها السلاح ما زال مصرا على استخدام هذه المجموعات الإرهابية أملا بثني سوريا عن مواقفها المبدئية والوطنية، وهذا لن يحصل إطلاقا. يعني أنا بتقدير ترامب كما كان أوباما، ليس هناك أي تغيرات إلا في الإطار الشكلي، ولكن في الجوهر أمريكا نفس المواقف، وهي تعمل بأحلامها بتقسيم سوريا بالتعاون مع الشريك التركي ولا سيما فيما يتعلق بالمناطق الأمينة إلى آخره. لذلك أنا أعتقد يعني أمريكا لن تغير موقفها من الشعوب،
فهي دائما معادية لمصالح الشعوب وحرية الشعوب واستقلالها. وأعتقد بقدر ما يستمرون هذه المجموعات أو حتى المعارضة بعرقلة العمل السياسي والحل السياسي، أعتقد يخدمون شاو أم أبو المنطق الأمريكي التقسيمي والدول الإقليمية الحليفة لأمريكا التي تسير وفق إملاءاتها في تجزئة سوريا وتفتيت سوريا. لذلك أعتقد مثل هذا المنطق لن يكون له أي مستقبل، فالشعب السوري في نهاية المطاف ملتف حول قضاياه الوطنية المبدئية، ولن يسمح أطلاقا لا بالتفريط بالأرض السورية ولا بتقسيم سوريا، ولا أحد قادر على فرض ذلك حتى لو أدى ذلك إلى الكثير من الدماء والشهداء، فالأرض والوطن يستحقان كل تضحية. أشكرك جدا دكتور إبراهيم زعير أستاذ الإعلام بجامعة دمشق، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا. أعود مع حضراتكم مشاهدين الكرام لضيفي في هذا الحوار الأستاذ شريف سمير مساعد رئيس تحرير الأهرام. أستاذ شريف، الحقيقة يعني بعد كل هذه النقاط، أولا هل لك من تعقيب على هذا الكلام دكتور إبراهيم زعير؟ هو الحقيقة أنا يعني كنت بحاول بقدر الإمكان أعرف إيه هو يعني التعليق الدكتور إبراهيم، لأن أنا الحقيقة مش واصل لي الصوت يعني، بس أنا عارف كويس جدا إن معظم المحللين السياسيين بيدوروا في فلك قضية مهمة وهي قضية الصالح العام للأزمة السورية، الصالح العام للشعب السوري، وهم كل الآراء وكل القراءات الموضوعية للمشهد السوري بتجزم بإن المعارضة السورية عاجزة في الفترة دي عن إيجاد بديل قوي. وبالتالي الدليل على ده ان الحكومه السوريه والجيش العربي زي ما حضرتك اشرت، الجيش العربي السوري قدر في قدر الامكان ان هو يقضي على بعض جيوب الارهاب في بعض المدن ويستعيد السيطره على بعض المدن. ده دليل على ان الحكومه السوريه او نظام بشار الاسد في جوهره عنده قدره على ضبط الايقاع، عنده قدره على ضبط والتحكم في مفاتيح الارهاب داخل سوريا. لكن ما يفتقده المشهد السوري هو الشفافية. ما فيش شفافية في تنفيذ أو في أنك أنت تحط رجلك على أرض صلبة أو أنك تمنع التفتت، لأن التركيبة السورية نفسها تركيبة معقدة. تركيبة الشخصية السورية أو التركيبة السياسية في سوريا شبيهة بالتركيبة السياسية في لبنان وبعض المناطق، إنها متعددة الأطراف ومتعددة الأوجه، وبالتالي كل فصيل بيحاول يبحث عن موقعه في الخريطة السياسية، وكل ده بيؤدي إلى مزيد من الاحتقان ومزيد من التعقيد. فأنا يعني تعقيبا على كل الأراء اللي تم طرحها، هو إذا كان هناك جولة خامسة من المفاوضات، في سؤال مهم لابد أن يتم الإجابة عنه، ماذا عن مستقبل سوريا السياسي؟ وبالتالي ده يقودنا إلى مستقبله الأمني. أول بادئ ذي بدء لابد ان نلتفت الى وقف اطلاق النار ووقف جميع المواجهات المسلحه في سوريا. لابد ان نلتفت الى هذا، ولابد ان يكون مش تهدئه، لا ده وقف والتزام وفقا للمعايير الدوليه، ويكون هناك اشراف من مجلس الامن او المجتمع الدولي. دي نقطه الانطلاق. النقطه الثانيه هي نقطه بقى الارضيه المشتركه بين المعارضه والحكومه. كيف يتم وضع دستور، وضع نظام انتخابي معين، من هم المرشحون زي ما قلت لحضرتك. بالتالي ستتوقف كل حروب الوكاله، كل الحروب او كل الاطراف الاقليميه هيتم انها ترجع الى جحورها مره اخرى. طيب انا سؤالي الاخير لسيادتك، عايز اعرف بس راي حضرتك في الموقف الاوروبي والامريكي الجديد تجاه الازمه السوريه حتى الان. موقف شديد الخطوره، لانه بيسكب المزيد من الزيت على النار. لانه من مصلحه امريكا ومصلحه اوروبا أن يكون هناك تفتيت لسوريا، لأن الكحكة السورية لابد من اقتسامها زي بالظبط ما بيحصل في دول الجوار، ما حدث في اليمن وما يحدث الآن في اليمن وليبيا وعرضة لدول أخرى بعد ثورات الربيع العربي. فأنا أنا شايف أن الموقف الأمريكي خطير، خصوصا بعد ما أشرت لحضرتك إلى ملامح الخطة اللي وضعتها وزارة الدفاع، اللي وضعها البنتاغون، أن هو أساسا هناك ضرب، محاولة لضرب الإرهاب، وبالتالي ضرب الإرهاب في سوريا أحد البؤر المشتعلة. بس البعض شاف هذه الرؤية أنها تتفق مع رؤية الرئيس الأمريكي الجديد ترامب في أنه يعني بيسعى إلى يعني ضرب الإرهاب في أماكن متعددة ومكافحة الإرهاب بشكل حقيقي وليس بشكل دبلوماسي فقط. لكن أنا عارف كويس قوي أن ده يخفي أهداف أخرى خلف الستار، زي بالظبط ما حصل مع جورج بوش الابن
في الحرب على كان ده حصل مع غزو العراق وغزو أفغانستان. كانت الحرب على الإرهاب هو الستار اللي من خلاله تم غزو أفغانستان والعراق، وتم وضع اليد بالقوة على منابع النفط، وممكن يكون في محاولة لاصطياد روسي الإرهاب، لكن مش هو ده الهدف الأساسي. الهدف الأساسي هو السيطرة على سوريا، السيطرة أو اختراق سوريا من خلال البوابة الأمريكية أو البوابة الأوروبية، لأنه كل يلعب لمصلحته وكل يمارس دوره في استغلال أوراقه لمصلحته. الذكاء السوري هنا في أنك أنت سواء كان في المعارضة أو في الحكومة أنك تقطع الطريق على هذه المحاولات أو هذه المخططات. وإن كنت أرى أنها لن تتوقف هذه المخططات، لأن الأساليب بتختلف والتكتيك بيختلف من إدارة إلى أخرى، وترامب يختلف عن أوباما في أنه مباشر وصريح بيعلن صراحة عما يبطنه. وبالتالي لابد أن احنا نلتفت، خلاص الحرب أصبحت الآن على المكشوف. فهو إيه المواجهة المثلى لهذا الموقف؟ هو أن الأطراف السورية بكل أطيافها وبكل أهدافها وكل مصالحها تتفق على أرضية مشتركة، أن يكون هناك تداول سلمي للسلطة، انتخابات مبكرة، دستور واضح، المعالم. هنا نقدر نقول أن هناك بصيص من الأمل في حدوث انفراجة للأزمة السورية. شكرا جدا سعيد بهذا الحوار مع سيادتك. أنا بشكرك الأستاذ شريف سمير مساعد رئيس تحرير الأهرام، شرفتني في هذا الحوار، شكرا جزيلا. شكرا طبعا. أنتم مشاهدين الكرام لكم منا كل التقدير، حتى نلتقي في حوار قادم، شكرا لكم وإلى اللقاء.